السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل متابعي أنور فلوغ. اليوم سأتيكم في فيديو جديد دائما وأبدا من قلب الحدث ومن دولة الحلم. اليوم راح نقول لكم على خبر يفرح بزاف، سواء اتفقت معايا أو لا يا أخي أو يا أختي. أنا في رأيي أن البرتغال دولة الحلم من ناحية الأوراق. أنا نتكلم هنا في إطار الأوراق، هي أسهل دولة وهي اللي راح تقربك من هذا الحلم، أنك تروح تشوف والديك، أنك تروح تحضر الأعياد، أنك تحضر المناسبات الدينية وما إلى ذلك. القانون الجديد تاع اليوم اللي فرح تاع الصح هو أن تم اعتماد الجنسية البرتغالية، أو تم اعتماد القانون الجنسية اللي هو ابتداء من تاريخ التعبير عن الاهتمام، أو من تاريخ النهار اللي فتحت فيه المانيفستاسيون دانتيريس. هذا القانون رائع وحقيقة وخرافي. علاه؟ لأن ما كان حتى دولة في العالم راهي دارت هذا القانون، ما كان حتى دولة في العالم اللي هي راح تعطيك الجنسية في ظرف 5 سنوات. هذه مستحيلة، مستحيلة. كاين حتى دول عربية وما تعطيكش الجنسية في هذا الوقت. لذا ديروا في بالكم أن وجد رواحكم فقط تحتاج المستوى اللي هو المتوسط أو دون المتوسط اللي هو B1، وهذا راح في متناول الجميع وسهل، تقرأ فقط 3 شهور بإذن الله تتحصل على هذه الشهادة. حاجة أخرى أيضا، الناس اللي مش عارفين قيمة الجواز البرتغالي اللي هو فيه 10 سنوات وقلت ونعاودها، و الإقامة الدائمة أو البيزنطيتي فيها 5 سنوات. جواز السفر البرتغالي هو مصنف من 10 الأوائل، ما على باليش بالضبط، لكن في وقت ما الله أعلم في 2019 أو 2018 كان الرابع عالميا. حاليا والله صراحة يعني أنا ما عنديش معلومة، لكن هو من ضمن الأوائل ويسمح لك بالدخول إلى تقريبا إلى كل بلدان العالم، والأحسن بلدان العالم يعني حتى أمريكا أو حتى كندا أو المملكة المتحدة، حتى الدول اللي تحتاج فيزا تقدر تدخلها بالجنسية البرتغالية أو بجواز السفر البرتغالي، وناهيك عن أنك تقدر تخدم في كل دول أوروبا، في كل دول أوروبا أو في الإسباس شنغن تقدر تخدم عادي جدا. لذا يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، بارتاجوا هذا الفيديو ماكسيموم باه تستفادوا إن شاء الله. وابتداء من مارس 2024 راح يطبق هذا القانون، لأنه اعتمد 100% داخل البرلمان البرتغالي. وربي يوفق الجميع دائما وابدا. كان معكم اخوكم انور فلوغ من قلب الحدث ومن دولة الحلم. اي انسان عنده اي استفسار او اي سؤال يجيني على الانستغرام، الانستغرام تاعي هو انور فلوغ. مرحبا بكم، وكالعاده نتمنى من الله عز وجل ان اكون لكم من الناصحين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تشاو.